أنا موضوعنا النهاردة كنت عايز أكلمكم عن موضوع يهمنا جميعا، يهم كل المصريين. مفيش شرايح، هتكلم كده بس من غير تستعملوا مخيلتكم إذا كان مناسب. أغلب الناس بتحاضر من غير سلايدز على أي حال، فمعلش هنتكلم النهاردة من غير سلايدز. الموضوع الحقيقة مهم، هو إيه وضع مصر في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية الجديدة. لا يخفى عليكم أن يعني في شعور واسع ما بين الناس جميعا أن المتغيرات الدولية والإقليمية بتمررنا في فترة ما كانش لها مثيل تاريخي قبل كده. الأزمة الاقتصادية اللي العالم بيمر بيها أزمة كل الزعماء بدءا برئيس جمهورية أمريكا، رئيس وزراء إنجلترا، بيعترفوا إن مفيش تحدي اقتصادي جابه هذه الدول وجابه العالم في نفس الوقت بهذه الضراوة منذ 1930، يعني 80 سنة. 80 سنة مفيش حاجة، العالم ما شافش حاجة مماثلة للي بيحصل النهاردة. وإن كان السبب الأساسي في تفجير هذه القضية هي جزء من قروض العقارات الأمريكية أو قروض الرديئة، التوكسيك دات زي ما كانوا بيسموه، فالآن في شبه اعتراف إن ده كانت الشرارة اللي فجرت القضية، إنما القضية أكبر وأعمق وأوسع بكثير من الناس اعتادت عليه وشافته قبل كده، وإن عايزين إعادة هيكلة وإعادة تفكير كامل. ففي أزمة اقتصادية عارمة في العالم كله، ومع هذه الأزمة الاقتصادية اللي جاية، في أنا في تصوري فرصة ذهبية سانحة لأول مرة من نهاية الحرب الباردة في 89-91. الحرب الباردة هي الفترة اللي جت بعد الحرب العالمية الثانية، اللي كان فيها أمريكا والاتحاد السوفيتي في منافسة شديدة جدا، في حالة حرب غير ساخنة، حرب باردة. كان في اشتباكات في حتت كتيرة جدا، من أشهرها كوريا وفيتنام. إنما بغض النظر عن هذا، إلى أن الدولتين العظمتين ما كانوش بيحاربوا بعض، لأن كان في تخوف طبعا من أن المخزون النووي بتاع الدول دي يؤدي إلى نهاية العالم في حالة أنهم يشبكوا مع بعض. الأوراق التاريخية اللي اتكشفت لينا بعد كده دلوقتي بينت ان احنا كنا على شعرة من هذه الحرب العالمية الثالثة سنة في أوائل الستينات في أزمة الصواريخ الكوبية. وأزمة الصواريخ الكوبية زي ما تفتكروا، كوبا بعد ما فيديل كاسترو وصل إلى الحكم، هو ورفيقه شي جيفارا اتجهوا إلى النظام الشيوعي، وأمريكا مش بس ضربت حصار عليهم، إنما كان حاولت تغزوهم بمجموعة من المهاجرين الكوبيين، وفشل هذا الغزو. وبعدين تحالفوا مع الاتحاد السوفيتي، والاتحاد السوفيتي حط صواريخ في كوبا. كوبا على بعد 90 ميل، يعني 140 كيلو من فلوريدا، من الشواطئ الأمريكية. فكان في صواريخ نووية روسية على أقل من 200 كيلو من السواحل الأمريكية، والأمريكان رفضوا أنهم يقبلوا هذا، وضربوا حصار بحري، بلوكيد بحري على كوبا، وطالبوا الاتحاد السوفيتي أنه يفك الصواريخ بتاعته. كان في هذه اللحظة مطالبة بأن أمريكا تغزو كوبا،
وطبعا ما تنساش ان امريكا عندها قاعدة عسكرية كبيرة داخل كوبا اللي هي جوانتانامو اللي بيستعملوها كسجن دلوقتي، انما القاعدة العسكرية دي موجودة داخل كوبا يعني. يعني غير انهم عندهم جيش امريكاني موجود على الشواطئ الكوبية نفسها، طبعا على بعد 90 ميل البحرية الامريكية ممكن انها تضرب كوبا كلها، والطيران الامريكي ممكن يضرب كوبا كله. انما اتضح دلوقتي فيما بعد، وروبرت ماكنامارا كان وقتها وزير الدفاع الامريكي، ان الصواريخ على عكس ما هم كانوا فاهمين، الصواريخ الكوبية كان فيها قنابل نووية، وان البطارية كانت تحت قيادة روسية مش قيادة كوبية، وان القائد الروسي كان عنده تعليمات في حالة هجوم امريكي تضرب الصواريخ. فكون ان كينيدي وقتها اختار العقلانية ورفض يسمع كلام بعض القوات بتوعه انهم يهجموا، ادى هذا الى ان ابتعدنا عن او تمكننا من ان العالم ما يخشش في حرب نووية ثالثة، لان لو كان طلعت الصواريخ دي كان هتضرب المدن بتاعت الساحل الشرقي بتاع الولايات المتحدة، نيويورك وواشنطن واتلانتا وميامي، وكان متوقع اكثر من 100 مليون واحد هيموتوا في الضربة الاولى دهين. وده كان هيقتضي ان امريكا تضرب صواريخ على الاتحاد السوفيتي، وكانت مسألة يعني ما فيش اذا بدأت ما فيش طريقة الواحد يوقفها يعني. فالحرب الباردة انتهت سنة 89 بسقوط حائط برلين، 91 بانتهاء الاتحاد السوفيتي واستقلال مجموعة من الدول اللي كانت مكونة الاتحاد السوفيتي 15 دولة، وروسيا رجعت تاني لإكونها روسيا زي ما كانت أيام روسيا القيصرية قبل قيام الاتحاد السوفيتي. فبعد انتهاء الحرب الباردة كان في رغبة عالمية في إقامة نظام عالمي جديد، ولكن الحقيقة جوبهنا بمنهج ومنطق فكري غريب. هذا المنطق الفكري عبر عنه شخصيتين، إنما اللي وراه وأقوى منه كان أيديولوجية. شفنا قمة هذه الأيديولوجية ونهايتها الحمد لله مع إدارة جورج بوش الأخيرة. الأيديولوجية كانت بدأها رونالد ريغان ومارغريت ثاتشر في أوائل الثمانينات، ورونالد ريغان حضر نهاية الحرب على أيديه، ولكن نائب الرئيس بتاعه اللي هو بوش الأب كان هو لرئيس جمهورية وقت ما حصل هذا التغير وانهار الاتحاد السوفيتي. إنما الأيديولوجية دي كانت بتقول governs best and governs least، ابعدوا عن القطاع الخاص، افتحوا المجال للقطاع الخاص، واي حاجه بتعملها الحكومه القطاع الخاص هيعملها احسن. طبعا ده غير صحيح، لان ابو الاقتصاد وانا كلمتكم عنه قبل كده، انا يمكن لازم نبقى نعمل مره ندوه خاصه عنه، واحد اسمه ادم سميث. وادم سميث ده كتب كتاب اسمه The Wealth of Nations او ثروات الامم. هذا الكتاب كتبه 1776 في القرن الثامن عشر. وعبقرية آدم سميث إنه في هذا العصر اللي كانت الناس تعتبر إن ثروات الأمم هي تراكم الذهب في قصر الملك، قال إن ثروة الأمم هي النشاط الاقتصادي القائم على شغل الفلاح وشغل العامل وشغل التاجر، هو ده ثروة الأمم الحقيقية. طبعا دي نقلة فكرية ضخمة جدا، ده في القرن الثامن عشر. لكن آدم سميث قال في هذا حاجات كثيرة جدا مهمة قوي، حاجة منهم قالها ودي الجملة الناس كلها بتذكرها في كل حتة، شرح آلية السوق وقال إن إذا كان كل رأس مالي، كل صاحب مصنع يدور على مصلحته فقط، فيد خفية اللي هي آلية السوق ان انفيزبل هاند هتنظم الامور بحيث ان المصلحه العامه
هتتخدم، هيبقى في احسن سلعه باحسن سعر موجوده، لان هيحصل تنافس ما بين الناس دي وبعضها. فالجمله دي ناس اخرتها وقعدت تقول ادم سميث بيقول ان الانفيزبل هاند هتحل كل حاجه. ده غير صحيح، ان ادم سميث قال وضرب مثل محدد جدا بالتعليم. قال ان في حاجات اللي هي بنسميها public goods، في حاجات مش هيعملها القطاع الخاص ابدا، ولكنها في مصلحة الدولة، وبالتالي يجب على الدولة انها تقيم المؤسسات وتصرف الاموال للحاجات اللي فيها المصلحة العامة. وضرب مثال ايه؟ التعليم. قال انا ممكن اتوقع ان واحد صاحب مصنع هيدرب الناس على المهارات اللي محتاج لها في المصنع بتاعه، بس لا شك ان انا لو علمت كل الناس قرايه وكتابه، انا بكلم في القرن الثامن عشر، ده يعني لسه مفهوم ترتيب النظام التعليمي والسلم التعليمي والمدرسه الابتدائي والاعدادي، لو علمت الناس كلها القرايه والكتابه هتبقى مصلحه كبيره جدا، بس ما اقدرش اتوقع ان القطاع الخاص يعملها، ولازم ان القطاع العام او الدوله هي اللي تقوم بيه. فكان عنده هذا الاعتراف. وانا بقى فحفرت في الكتاب، لان الكتاب تخين كده واربع مجلدات، ووجدت في الازمه، بالنسبه للازمه اللي احنا بنمر بيها دلوقتي، الازمه الاقتصاديه العالميه، ادم سميث من 230 سنه كاتب ان لازم يحصل رقابه على البنوك، كان بيسميهم ذا بانكينج تريد، تجار المال. وبيقول انا عارف الناس هتختلف معايا، لاني انا دايما بدافع عن الحريه وحق الشخص انه يتملك وانه يتصرف في ملكيته، فازاي هيحصل ان انا بقى اطالب بهذا؟ فضرب مثل تاني مهم جدا بالنسبه للي حصل قدامنا في الفتره الاخيره دي. كان في القرن اللي قبليه على طول كان حصل حريقه كبيره جدا في لندن، ولندن اتمحت تقريبا بحريق ضخم جدا، واعيد بنائها وبنوا سنت بولز كاتيدرال وكريستوفر رين والقصص دي كلها. قال ان احنا فرضنا في قانون البناء الجديد ان اي واحد عنده ارض لازم يبني بارتي وول، حائط بينه وبين الجار، عشان يمنع انتقال النار من بيته الى بيت الجار. ونقدر نقول ان هذا الحائط، مطالبته بانه يبني هذا الحائط، ده نوع من التعدي على حريته. ولكن يعني في كلمات ادم سميث، restrictions on the few for the interests of the many. وان دي should be pursued by every government from the most liberal to the most despotic. بغض النظر دي المصلحة العامة. فبيقول انا اللي بطالب بيه بالنسبة لرقابة البنوك لا يختلف عن هذا. وفعلا ادينا شفنا العدوى انتقلت من السب برايم الامريكي الى البنوك الاوروبيه، الى باقي البنوك في شتى انحاء العالم، الى الانتر بانك لندنج ريت، كل الازمه الاقتصاديه اللي حصلت قدامنا دي. فلما الناس بتقول لي زي بعض العلماء اصدقائي يقولوا لي ادي نهايه ان الناس تمشي وراء ادم سميث، اقول لهم لا، ادم سميث بريء. ده ادي الناس تمشي ورا ريجان وثاتشر، لان ادم سميث كان مفكر اعمق بكثير جدا من الناس اللي موجودين دول. المهم ان هذا المنهج اللي انتهى يعني بذروته في مجموعه اللي بنسميها المحافظين الجدد او النيو كونسرفاتيفز او النيو كونز، المجموعه البذيئه جدا اللي كانت حوالين جورج بوش، يعني اقصد شيني ورامسفيلد وولفوفيتس وريتشارد بيرل وكل المجموعه دي، هم بقى اللي بلوروا هذه الايديولوجيه في صورتها القصوى اللي فيها التدخل العسكري وفرض نظام الحكم في العراق وكل الحاجات المختلفه. التصورات دي كان ايضا فيها التصور انهم لا ينظروا الى قضيه دور الدولة مع الاقتصاد. فالأزمة اللي حصل دي أزمة فظيعة جدا زي ما قلت، ولكن في نفس الوقت لأول مرة فتحت مجال حقيقي إن العالم مستعد إنه يناقش تاني
بمفهوم أعقل إيه دور الدولة وإيه دور القطاع الخاص وإيه دور الرقابة وإيه العلاقة ما بين النظام المالي العالمي والنظام المالي المحلي وإيه العلاقة ما بين الاقتصاد النقدي أو مع الاقتصاد الحقيقي اللي هو الزراعة والصناعة والوظائف بتاعت الناس. أنا كنت عملت محاضرة قبل كده عن الأزمة الاقتصادية العالمية فمش هخش في التفاصيل بتاعتها، يكفي أن أنا أقول بس أنها أزمة تفاقمت جدا 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 وأدت إلى تشابك عدة حاجات، منها أزمة ثقة وأزمة أصول سيئة اللي هي القروض السيئة، وبالإضافة إلى هذا أزمة سيولة. فبدأت الحكاية بحل سمعتم عنه لما راح وزير الخزانة بتاع جورج بوش وطلب 700 مليار من الكونجرس وأخذهم. طبعا احنا ما بنقولش ان قبليها كمان واثناء هذه الفترة البنك المركزي الامريكي حط 1200 مليار دولار عشان يزيد السيولة كمان. فالمجموعة دي كلها دخلنا دلوقتي في يمكن 1900 مليار دولار من الخزانة الامريكية. ولكن كل هذا كان يضيف الى السيولة ولكن لا يعيد الثقة في المؤسسات المصرفية والبنكية، لأن الإدارات بتاعتها تجاوزت كل الحدود في تصرفاتها، والعجرفة اللي حط عليهم وانفصامهم عن الواقع الاجتماعي والسياسي اللي عايشين فيه ملوش حدود. والدليل على كده بسيط جدا، إنه في ظل الأزمة اللي حصلت دي كلها وفي ظل الخسارات اللي بمليارات صرفوا لنفسهم 18 مليار دولار مكافآت، لدرجة ان رئيس الجمهورية اوباما طلع وخاطب الجمهور قال لهم ده كلام غير مقبول بالمرة. دليل اخر على هذه العجرفة والانفصام عن الواقع ان رؤساء شركات العربيات جايين يطلبوا مساعدة من الكونجرس. فكونجرس ما هو ده ايه كونجرس؟ ما دي ضرائب بتاعت ناس متوسط دخل بتاعها 40,000 في السنة، وناس مش لاقية تاكل عشان بيتها اتاخد منها ووظيفته راحت وإلى آخره. فممثلين بتوعهم في البرلمان سألوا رؤساء الشركات بتاع جنرال موتورز وفورد وكرايسلر، انتوا جايين تطلبوا مساعدة مالية مننا وكل واحد منكم جاي في طيارة خاصة من ديترويت؟ فطردوهم ورجعوهم تاني، فرجعوا بعديها بشوية في عربية عشان يحاولوا انهم يصلحوا الصورة. بس في انفصام في الواقع. في شركة سيتي كورب بتاع سيتي بانك كانوا بعد الدعم لانهم كان على وشك الافلاس، رئيس الشركة كان راح اشترى طيارة بخمسين مليون دولار، طيارة خاصة بخمسين مليون دولار. في هذه كل هذه الطبقة حصل لها حالة فساد كامل لانفصام كامل من الواقع اللي بيشتغلوا فيه، وأيضا لعدم وجود أي رقابة مالية من ولا البنك المركزي ألان جرينسبان ولا النظام الرقابي اللي عطلوه الجماعة الأيديولوجس بتوع جورج بوش في الثمان سنوات الأخيرة. فزاد جدا العملية في هذه السنين. إنما الميزة بقى زي ما بقول إن دلوقتي في استعداد للناس لأول مرة أنها تعيد النظر في هذه القضية والعلاقة ما بين الدولة والقطاع الخاص والدور الرقابي، العلاقة ما بين النظام النقدي والاقتصاد الحقيقي. الحمد لله في انتخاب إدارة أمريكية جديدة، وإن باراك أوباما أول حاجة قالها من أيام الحملة الانتخابية بتاعته إنه مستعد يتعاون مع الناس التانية، على عكس جورج بوش اللي كان بيقول اللي مش عاجبه مش بس يروح يشرب البحر إنما هنضربه. يعني كان منهج اليونيلاتراليزم سيء للغاية.
أوباما قال أن مستعد أني أتعاون مع الآخرين، لأن في أيضا شعور أن الأزمة دي بينت للناس كلها أن في استحالة أن أي دولة هتحل مشكلتها لوحدها. كل الدول حتى أمريكا بضخامتها محتاجة تتعاون مع الدول الأخرى. ففي ظل هذا في استعداد جديد لفكر جديد، وفي ربما انفتاح أمريكي للمشاركة في العمل الجماعي الدولي، وفي أيضا واكب هذا وعي بأن المشاكل البيئية أيضا مشاكل محتاجة للتعاون الدولي. وفي رغبة حقيقية دلوقتي أن نراجع تاني تجربة كيوتو اللي كان رفضها جورج بوش. أول حاجة عملها جورج بوش لما وصل الحكم تنصل من الاتفاق اللي كان عمله كلينتون وجور في كيوتو، ورفض أن أمريكا تشارك في مسألة البيئة والاحتباس الحراري لكن. فده تغير ده كله. فترتب إذن على هذا أن في إمكانية أن هيحصل تجديد شامل في النظام العالمي. وأرجو، وده أحد الأسباب يعني بتاع الموضوع المحاضرة اللي كنت بتكلم فيها النهاردة، أن مصر والعالم العربي يبقى له دور في صياغة هذا المفهوم الجديد، ما نبقاش مجرد مستقبلين لآراء الآخرين معترضين عليها، إنما نبقى صناع لصياغة جديدة عالمية. عشان نخلص المتغيرات الاقتصادية، المتغيرات الاقتصادية إيه اللي ممكن نتوقعه؟ أنا متوقع إن في ظرف 3 أشهر هتكون قضية السيولة محلولة. قضية السيولة لوحدها مش كافية، حتى لو أعدنا الثقة إلى النظام البنكي، وهذا صعب نظرا لتصرفات رؤساء البنوك اللي لسه بنقول عنهم، إنما إن ورا ده في على الأقل 3 إلى 5 سنوات من العمل الدؤوب الأليم لإعادة هيكلة الاقتصاد الأمريكي عديك عن اقتصادات الدول الأخرى. هذا هيعني إن شركات هتقفل وتفلس، شركات هتندمج مع بعضها، فترة الانكماش هتبقى صعبة جدا. فإعادة هيكلة الاقتصاد الحقيقي اللي هو الزراعة والصناعة والطاقة والمواصلات والحاجات الحقيقية الملموسة دي، غير الحاجات الورقية، أو ما بقتش حتى ورقية، بقت كمبيوترية دلوقتي، كلها في الاتصالات اللي بتتم في الترانسفيرز بتاعت الكابيتال كلها بتتعمل دلوقتي بالكمبيوترز، فحتى ما بقاش في ورق يعني. إنما هذا الاقتصاد النقدي والاقتصاد الحقيقي. فده هياخد 3 إلى 5 سنوات من الألم الشديد ووجع شديد جدا، وهنسمع كل يوم وهيبقى فيه مظاهرات وضرب وحاجات فظيعة في العالم كله. نضيف إلى هذا إن أنا متوقع إن إعادة هيكلة نظام الرقابي القومي والدولي هتتم في ظرف 2 سنين. إذن 4 أشهر أو حاجة زي كده للسيولة، 2 سنين لإعادة هيكلة النظام الرقابي العالمي، و5 سنوات لإعادة هيكلة الاقتصاد الحقيقي، وفترة الانكماش اللي بيسموها ريسيشن أو ديبريشن على حسب، وصلت بدأت ريدي في الولايات المتحدة، وبدأت في إنجلترا، وهتبدأ في أغلب الدول الأخرى. دي ممكن إنها تستمر 2 سنين أو يزيد. طيب إيه تأثير ده على مصر؟ هي التأثير على مصر هيبقى محدود، ولكن ضروري فيه تأثير. الجزء الأول إن إحنا البنوك بتاعتنا ما كانتش مشاركة في ولا المضاربات بتاعت الكريدت ديفولت سوابس ولا العقارات الأمريكية، فبالتالي المكشوف بتاعنا محدود قوي في الحكاية دي، فالتأثير على البنوك قليل جدا. التأثير على البورصة كبير، زي كل بورصات العالم ما تأثرت، ولكن البورصة المصرية تأثيرها محدود على عدد معين من الناس. يعني ما احناش زي امريكا مثلا
اللي فيه كل واحد فيكم كان يبقى عنده حافظة أسهم بيحط فيها المدخرات بتاعته، وبالتالي لما البورصة تقع يلاقي مرة واحدة المدخرات بتاعته اختفت، والفلوس اللي كان هيودي بيها لولاد الجامعة اختفت، واللي كان عايز يتقاعد ومعتمد على انه هيبقى عنده قرشين جايين من الحافظة بتاعته لقاهم اختفوا. كل الحاجات دي مش موجودة عندنا. فإذا تأثير البورصة هيبقى محدود نسبيا، كبير محدود نسبيا. أمال إيه التأثير بقى؟ التأثير السيء جاي من إن الصادرات بتاعتنا رايحة إلى أسواق منكمشة، فالطلب عليها هيقل، وبالإضافة إلى هذا الضراوة بتاعت المنافسة على هذه الأسواق المنكمشة هتزيد جدا. فالصين وماليزيا والهند والجماعة دول كلهم هينافسونا في أي منتجات بتطلع هناك، فهتبقى منافسة جامدة والصادرات بتاعتنا هتقل. تاني حاجة هنتوقع إن هيقل السياحة عندنا في مصر. تالت حاجة قناة السويس، داخل قناة السويس هيقل لأن التجارة العالمية هتقل، وبالتالي المرور في قناة هيقل. رابع حاجة هيقل التحويلات بتاعت المصريين من الخارج. خامس حاجة هيقل الاستثمار الأجنبي داخل مصر اللي كان تضاعف في الكام سنة اللي فاتت دول. وعدد كبير من المشروعات اللي كان هيمول إما بمشاركة أو بتمويل خارجي إما هيؤجل أو هيتلغي. فدي كلها طبعا آثار سلبية ملموسة على الاقتصاد المصري. الفائدة الوحيدة انخفاض تضخم الأسعار، وأنا متوقع إنه هنبتدي نحس بانخفاض تضخم الأسعار، وأوريدي بان في حاجات زي الغذاء وحاجات زي الحديد، وأسعار بدأت تنزل في حاجات كتيرة بعد ما كانت في حالة انطلاق جامد قوي السنة اللي فاتت. أنا متخيل النتيجة لكده إن الاقتصاد المصري اللي كان بينمو بمعدلات 7% هينخفض هذا المعدل إلى حوالي 4 إلى 5%. طبعا ده كويس جدا لأنه ما زال أعلى مما كان عليه أيام الوزارة السابقة اللي كان 3.1%، لما أنا كنت بقول إن إحنا بنضيع مستقبل الأولاد لأن ما فيش فرص عمل كافية، فكنا عايزين 7% دي تستمر. إنما في ظل الظروف العالمية أنا متوقع إن هيحصل انخفاض لهذا معدل النمو من حوالي 7 إلى حوالي ما بين 4 و5، يمكن يكون أكتر، إنما أنا متخيل إن ده سيناريو معقول يعني إذا تمكننا من إدارته. فإذا في هذا الوضع هنمر برضه بفترة صعبة جدا للاقتصاد بتاعنا. الناس اللي بتشتغل في المطاعم وفي الفنادق وفي كل الحاجات دي هتتأثر بالضرورة، المصانع اللي بتصدر هتتأثر بالضرورة، ومش إحنا لوحدنا يعني، حتى أنجح شركات في العالم زي شركة تويوتا لأول مرة بتسجل خسارة السنة دي، نيسان بتسجل خسارة، رينو بتسجل خسارة، فمش مجرد الإدارة الأمريكية في ديترويت. إنما الحقيقة طبعا الأزمة دي برضو بينت إلى أي مدى، الكلام ده قلته لكم يناير 2008، إلى أي مدى الحديث عن إن دور أمريكا في الاقتصاد العالمي انتهى، وإن بقى في دي كابلينج، وإن دلوقتي الصين والهند هم اللي هيعملوا كل الكلام ده. طبعا كلام فارغ، واتضح إنه لما بيحصل هزة في أمريكا بتهز بقية العالم كله وراها لغاية أستراليا. فبنمر بقى بهذه الأزمة، احنا في مصر لازم نتوقع هذه الأزمة ونعالجها ونتفاعل مع الواقع بتاع استعداد إعادة التفكير في إعادة الهيكلة. طيب دي متغيرات اقتصادية، ايه المتغيرات السياسية اللي عملها تحصل؟ الحقيقة المتغيرات السياسية ممكن نقول انه عامة في مجموعة من الحاجات اللي حان الوقت ان احنا نعيد النظر فيها. اول حاجة اذا نظرنا للقوى العسكرية والقوى السياسية، امريكا ما زالت دوميننت ولكن اقل من الاول. انما عسكريا المشكلة الحقيقية هي اختلاف نوع الحروب.
وبالتالي قدرة المؤسسة العسكرية الأمريكية إنها تلعب الدور العسكري بتاعها إذا طلب منها مختلف. يعني نجحوا نجاح باهر في غزو العراق، ولكن بعد كده العملية أصبحت بقى مسألة تثبيت أمن وإعادة تنظيم مش عارف إيه. هما قادرين إنهم يحاربوا حرب كلاسيكية، يقدروا يحاربوا حرب كلاسيكية، ويهيأ لي إن حاليا لو حالة حرب كلاسيكية المؤسسة العسكرية الأمريكية حاليا لا تضاهي. إنما الحروب والمصادمات ما هيش كلاسيكية، شايفينها في أفغانستان، شايفينها في الصومال، شايفينها في الكونغو، شايفينها ما هتبعت الجيش الأمريكي يعمل إيه في الكونغو؟ الكونغو 5 مليون واحد ماتوا في الكونغو، هيحارب مين؟ هيعمل إيه؟ مفيش. يعني هو لو هيحارب مثلا على الستبس بتاعت منغوليا يحارب الجيش الصيني ممكن، انما نوع الصدمات دلوقتي مخلي ان هذه المؤسسه العسكريه الكبيره ما مش قادره تلعب دور عسكري زي اللي لعبته في الحرب العالميه الثانيه او زي ما حصل في كوريا. فبالتالي تغيير هذا بيغير من اهميه ووزن المؤسسه العسكريه الامريكيه. إنما عشان نضعها في مقامها، دكتور بطرس غالي لما كان أمين عام الأمم المتحدة كان بيحكي لي، قال لي في النهاية فيش حد عنده القدرة إنه يتحرك على الساحة العالمية إلا أمريكا. قلت له إزاي؟ قال لي عندنا كان عايزين يبعتوا وقتها عساكر للصومال من باكستان، يعني الدولة الوحيدة لها قادرة انها تنقل ناس من ناحية لناحية في العالم وتبعت قوات من هنا لهنا وتنقل معدات من هنا لهنا هي امريكا. فالباكستانيين يقولوا احنا مستعدين ندي العساكر بس بقى تصرفوا انتوا في النقل. قلت له طب الاوروبيين؟ قال لا، الاوروبيين لو نظرت تركيبة الناتو هتلاقي ان اكتر من 50% من الناتو امريكا، وكل الدول الأوروبية الباقي أقل من 50% من القدرات بتاعة الناتو. فعندهم قدرات معينة، ولكن هذه القدرات بقتش فعاليتها زي ما كانت قبل كده. تاني حاجة إن اللي بنلاحظ إن بدأ يحصل وده متوقع نوع من الريالاينمنت، من التركيز على العلاقة الأطلنطية إلى العلاقة الباسيفيك، اللي هو الأمريكا بتنظر إلى آسيا. طبعا أمريكا طول عمرها لها دور كبير في آسيا، ما ننساش إنها يعني قادت الحركة الغربية لفتح اليابان 1853، حاربت وأخذت الفلبين 1898، كانت لها وجود في الشرق الأقصى. طبعا ما بحبوش يعترفوا بكانوا، بس كان لهم وجود وشبه مستعمرات في هذه الأماكن. ومن بعد الحرب العالمية الثانية طبعا حاربوا في كوريا وحاربوا في فيتنام، فتواجدهم في شرق آسيا وعبر المحيط الهادي مهمة جدا. وما ننساش طبعا ان الحرب العالمية الثانية قامت بضرب القاعدة الأمريكية في هاواي اللي هي في وسط المحيط الهادي. فإذا أمريكا طول عمرها عندها سياسة من ناحيتين، بس دلوقتي مع ارتفاع أهمية اليابان وأهمية الصين وأهمية إندونيسيا والهند، أصبح الاهتمام داخل الفكر الأمريكي بالناحيتين دول في توازن أكثر مما كان عليه الأول، وده جزء أيضا من العولمة. إنما إذا جينا نظرنا بقى، طب التصورات المختلفة ده هي إيه اللي بيحصل بالنسبة لنا إحنا؟ بالنسبة لنا احنا بقى جت نهاية الحرب الباردة، طلعت بفكرة خايبة جدا بتاعت فرانسيس فوكوياما بتاعت The End of History، نهاية التاريخ، وقال ان خلاص الانتصار الشامل للفكر الغربي، الديمقراطية الليبرالية والاقتصاد الرأسمالي هيعم العالم، واذا كان في حتت لسه ما عمش فيها فاما طوعا او جبرا تتبنى هذه المناهج قريب.
الفكر ده ما مشيش كتير وحل محله سريعا بعديه فكرة أخرى، دي بقى اللي هي الفكرة بتاعت صدام الحضارات أو صدام الثقافات، The Clash of Civilizations، طلع من مقالة كتبها ساميول بي هانتينغتون، على فكرة توفى في ديسمبر اللي فات. أنا بقول هذا لأنه كنت نويت أن أدعوه يجي يكلم في المكتبة ونعمل مناظرة معاه، بس الله يرحمه بقى. ساميول هانتينغتون كتب مقالة فورين بوليسي قالت ان المعركة الحقيقية ما بين الدول هي هتبقى ما يشبه ما بين النظام الاشتراكي والنظام الرأسمالي، ولكن ما بين الثقافات والحضارات. ايه الثقافات والحضارات؟ عين مجموعة من الثقافات، اتكلم على الهندية والإسلامية والأمريكا اللاتينية واليابانية والأرثوذكس والسينيك والويسترن والأفريكان، وفي ما بينهم وبين بعض كلهم علاقات وصدامات، ولكن أهم الصدام في رأيه هو ما بين الغرب أو الثقافة الغربية كما سماها والثقافة الإسلامية. وقال إن ده الصراع اللي جاي، وده الصراع اللي احنا لازم نتوقعه ونحارب فيه. رد عليه الرئيس محمد خاتمي، كان رئيس جمهورية إيران وقتها، بدعوته في الأمم المتحدة لحوار الحضارات، dialogue of civilizations، مش بدل clash of civilizations، dialogue of civilizations. وفي الأمم المتحدة تبنت هذا وعملوا تقرير من 20 واحد، جمعوهم لجنة كان فيها الدكتور كمال أبو البجد من مصر، وعملوا كتاب اسمه Crossing the Divide. Crossing the Divide الحقيقة كتاب جميل اسمه Dialogue Among Civilizations، ولكن المشاكل اللي حصلت مع أفغانستان والغزو الأمريكي في العراق وتفاقم العلاقة ما بين أمريكا والعالم الإسلامي، زائد استغلال هذه اللحظة واستغلال هذه المقولة عشان روسيا تضرب شيشنيا وغير ذلك من التصرفات، أدى إلى شعور طبعا من العالم الإسلامي أن احنا مستهدفين ومحاصرين ومضروبين. وفي نفس الوقت جت شرارة زودت هذا مثلا بحاجات زي الكاريكاتير المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام، واللي حصل من المظاهرات ما بعد هذا. فكل ده أدى إلى قيام محاولة جديدة تبناها رئيس وزراء تركيا ورئيس وزراء إسبانيا هما إردوغان وزاباتيرو، وإنهم يطالبوا بالتحالف ما بين الحضارات أو Alliance of Civilizations. وهذه المرة كوفي عنان تبنى هذه الرغبة وكون لجنة، وأنا كنت عضو في 20 واحد اللي اشتركوا في اللجنة طلعوا هذا التقرير. التقرير ده أساسا بيحاول أنه يفند الكلام اللي بيتقال بالفكرة في التحالف بين الحضارات، أن احنا مش كفاية نتحاور ونتكلم مع بعض، إنما لازم نشترك في عمل فعلي لبناء هذا التواصل الحضاري المطلوب. فالتقرير بتاعنا الحقيقة تقرير كويس، لأنه في كلام جامد أنه أساسا المستفيدين الوحيدين من تغليف الأمور بصورة أن في صراع ما بين world view بتاعت الدول الإسلامية أو الثقافة الإسلامية والغرب، الوحيدين المستفيدين من هذا هما أمثال أسامة بن لادن، اللي هما بيقولوا لا تعايش ممكن. فأنتوا يا غربيين لما بتقولوا الكلام ده بتقولوا نفس الحكاية، أنه لا تعايش ممكن. ثانيا، أن ده منهج غبي وفاسد، وأنا كان عندي خرائط كنت أحب أوريها لكم مرة تانية، لأن قضية العلاقة ما بين الغرب والإسلام تغيرت. أنتوا النهاردة في الدول الأوروبية ما تقدروش تقولوا إحنا الغرب المسيحي ودول المسلمين هناك، المسلمين عندكم، دول مواطنين عندكم، وأقلية وأقلية كبيرة وبتنمو عددا. فدي قضية تعامل، ده يعني تتكلم مع فرنساويين مش مع مغاربة وتوانسة ومصريين، دول مواطنين فرنسويين اتولدوا في فرنسا وكبروا في فرنسا.
وزي ما قلت انا في مقاله خاصه على حكايه الكاريكاتير، وهم العيال اللي حرقوا الضواحي في فرنسا ما كانش فيه كاريكاتير ولا غيره، انما كان فيه حاله غيظ وضنك موجوده زي ما هي موجوده في باكستان وموجوده في الشارع المصري وموجوده في فلسطين من الظلم اللي احنا شايفينه حوالينا، وده بيؤدي الى ان اي شراره بتؤدي الى هذا. فاذا الغرب لازم يتعامل مع قضيه الاسلام بمفهوم اخر. انجلترا عندها عدد كبير من المواطنين مسلمين، وزي ما انتم عارفين ان الاسقف بتاع كانتربري عمل ضجة كبيرة جدا لما قال ان نظرا لهذه الحقيقة مفروض ان الكومن لو اللي هو نظام الحكم القضاء العرفي المبني على اساس القانون العرفي لازم يأخذ بعين الاعتبار الشريعة الاسلامية، لان ده القانون العرفي بتاع جزء من المواطنين اللي عندنا. فعملوا له ضجة كبيرة في الحكاية دي، لما يعني ان ارش بيشوف في كانتبري يقول الكلام ده بدات تبين ان هذه الواقعه مختلفه. فاذا الصوره ان في غرب كده لوحده وفي اسلام لوحده ده صوره خاطئه. وبعدين حتى لما نيجي بقى نشوف الواقع بتاعنا، اذا كنا بنتكلم على اهم قضيه في كل القضايا اللي هي قضيه فلسطين. فالفلسطينيين في مسيحيين وفي مسلمين، وبيتصدوا مش للغرب المسيحي، بيتصدوا لدوله يهوديه. فيعني تغليفها تاني في انها صدام ما بين الغرب والإسلام ده كلام فارغ. القضايا كلها إيه؟ قضايا حق تقرير مصير، حقوق آدمية، احتلال، مرور، مية، حق في الأرض، كلها قضايا عايزة حلول سياسية. فالتقرير أدى إلى أن احنا اخترنا عدد من 4 محاور، اتكلمنا على دور الإعلام ودور التعليم ودور الشباب وقضية الهجرة، 4 قضايا بالذات في التخريج، يعني أهم قضايا. مهم الناس بتقول لي طب أنتوا قاعدين تعملوا اجتماعات اجتماعات اجتماعات، ما إيه نتيجة حكاية التحالف بين الحضارات؟ لا، في نتيجة أقول لكم. أولا أنا شرفت مع السيد السفير علي ماهر إن هو قدمني للجمهور كسفير جديد لان فعلا يوم المؤتمر كنت لسه اعلن سامبايو ان انا بقيت سفير للامم المتحده في قضيه تحالف الحضارات. فلما الناس تقول تعملوا ايه؟ لا، نجحنا. الفيلم المسيء جدا اللي اتعمل في هولندا ما حصلش فيه زي ما حصل بعد الكاريكاتير المسيء. ليه؟ لأن حصل تكثيف في الاتصالات والقيادات المختلفة اتصلت بينها وبين بعضها، وقلنا مهما قال الراجل ده محدش لازم يرد عليه ولازم تسيبوه وتتحجم القضية. وفعلا لما بتتحجم بتمشي ولا حد بيسأل فيها، ولا حد سائل في الفيلم اللي اتعمل ده، فيلم مسيء جدا، ولا حد سائل فيه ولا أي حاجة خالص. ف يعني جزء من النجاح ساعات بيبقى ان مفيش حاجه تحصل، يعني ده نجاح، لانه كان ممكن انه يبقى فيه انفجارات زي ما حصل في قضيه الرسومات المسيئه، انما ده ما حصلش. فاذا في محاوله حقيقيه ان احنا نتعامل مع هذا، ولكن لا يخفى علينا انه ايضا ده بعد اضافي ومختلف على الساحه الدوليه السياسيه، اللي هو بعد الاهتمام بالهوية والاهتمام بالذاتية والاهتمام بالبعد الثقافي بصورة ما كانتش موجودة قبل كده. يعني لدرجة ان انا حتى كنت بستغرب وبقول لبعض الزملاء لما نبص على الاستعدادات اللي بتتعمل لمؤتمر الشباب اللي جاي بالنسبة للإصلاح، شباب مختار موضوع الهوية و الشخصية العربية في ظل المتغيرات وبتاع، وكأن ما فيش أزمة اقتصادية عالمية، ما فيش بتاع ده، يعني الموضوعات المختارة كلها غريبة إنها منفصمة عن هذا ما مركزة على هذا الجزء. فده دليل إن هذا الجزء مهم وأصبح يعني لازم إحنا ناخده بعين الاعتبار في اللي إحنا بنعمله. فمتغيرات سياسية تبين إن في تغييرات حقيقية حصلت. طب ايه ترتب على هذا؟ ترتب ايه؟ انا في رايي ان جزء من التحالفات القديمه
واللي مصر كانت رائدة في صناعتها في الخمسينات خلاص انتهى دوره. يعني مجموعة 77 والنون ألاينمنت، ونون ألاينمنت في ايه؟ الحرب الباردة انتهت بقى 20 سنة ما بقاش في نون ألاينمنت. يعني نون ألاينمنت كان سياسة ومبادرة لها معناها لما نهرو وجمال عبد الناصر وتيتو وسوكارنو ونكرومة قادوا هذه الحركة الخمسة، قادوا هذه الحركة وكونوا مجموعة 77 بتاعت الدول الجديدة، قالوا احنا بنرفض ان احنا امريكا وروسيا يستعملونا في او امريكا والاتحاد السوفيتي يستعملونا في الصراعات بتاعتهم. النهارده لازم نفكر في الاينمنت جديده، وانا متصور ان الاينمنتس الجديده ده من نوعين. النوع الاول اللي هو الهوى ما بين الشمال والجنوب، الدول الغنيه والدول الفقيره، الدول الصناعيه والدول الناميه، ودي بتبان في كل حاجه من زي اتفاقيه كيوتو الى قضايا الملكيه الفكريه الى قضايا التجاره العالميه. كل الساحات ده هي ما أصبحت القضية مش ما بين شرق وغرب، إنما كما قال ماو تسي تونغ بين الشمال والجنوب. تاني حاجة، ظهور فعلا بداية جديدة لعلاقة تحالفية جديدة في اليورو ميديترينيان. أوروبا عملاق اقتصادي ولكن مجموعة مفتتة على مستوى السياسي، وده واضح جدا في العراق لما انجلترا وقفت مع امريكا، ولما فرنسا والمانيا قادوا الحملة الاوروبية ضد الحرب في العراق. انما في النهاية اوروبا فيها عندها رغبة انها تتعامل مع البحر المتوسط والدول العربية بصفة خاصة، فده بيفتح لنا مجال ان احنا نفكر في تحالف جديد وان نوطد هذا التحالف بمفاهيم جديده. اي تحالفات جديده لازم تتحط في اطار التغيرات بعيده المدى. التغيرات بعيده المدى هي مش بس ان امريكا قوتها وزنها هيقل نسبيا، يعني بنتكلم على انها ريلاتيف باور بتقل، انما ان اوروبا لسه بتحاول تشكل نفسها وفي فرصه ان احنا نتعاون معهم في حاجات كثيره. في فعلا ظهور عمالقة الشرق واحنا لازم ننفتح عليهم من اليابان والصين وبصفة خاصة والهند طبعا، وبعدين ان احنا في مصر مبتعدين بعد كامل عن امريكا اللاتينية، لنا دور افريقي محدود عايزين نفعله ايضا بس مبتعدين تماما عن امريكا اللاتينية، ودي في عمالقة اخرى البرازيل والمكسيك وارجنتينا، واخيرا وليس اخرا روسيا بتحاول انها دولة عظمى بأي معيار، إنما بتحاول إنها تعيد هيكلة دورها الدولي، مش عارفة بالظبط لسه هتمشي إزاي وفي مشاكلها الداخلية موجودة فيها. فإذا دي بعض المتغيرات السياسية اللي هي تقتضي مننا إن احنا نفكر تفكير جديد إزاي نتعامل مع هذه الوقائع، وإن احنا نشوف هنتعامل معاهم بمفهوم إن احنا نرسم سياسة لمصر قادرة إنها تتعامل مع العالم كله، لأن مصر دولة يجب أنها تكون دولة رائدة مش بس على الساحة المحلية، إنما بقوتنا المحلية اللي أنا في رأيي تبقى في أربع دوائر مش ثلاثة زي ما كنا بنقول في الخمسينات، تترجم هذا إلى دور على الساحة العالمية أيضا بأنها تكون هي المتحدثة الأولى بالنسبة لبلورة أفكار ومواقف مجموعة كبيرة من الدول. مصر لها دور كبير، ولكن في بعد أخير لازم أقول كلمة عنه، وهو الطفرة العلمية التكنولوجية اللي عمالة تحصل حوالينا النهاردة. العالم بيتحرك بسرعة كبيرة جدا وكم التحرك ما تقدروش تتخيلوه. أنا عملت لكم محاضرات قبل كده وعملنا يوم كامل عن الذكاء الصناعي، وحكيت لكم فيه على ري كورسفايل اللي بيقول ان احنا هنعمل ابلود لمخنا على اجهزة وان هتنتهي العلاقة ما بين الانسان والمكنة هتتغير الى حاجة جديدة، وكنت بقول ان ده كلام يعني ده اللي هو اللي بيقوله، انما ري كورسفايل ده برضه هو اللي تنبأ ان الكمبيوتر هيهزم بطل الشطرنج في 10 سنوات وديب بلو هزم كاسباروف في 9 سنوات. اضيف لكم بقى خبر جديد ان لاري بيج ده مؤسس جوجل
حط كذا مليار دولار عشان يقيم جامعة خاصة في تكساس دورها تفعيل الأفكار بتاعت ري كورزفايل في الموضوع ده، وعين ري كورزفايل كرئيس لهذه الجامعة سموها سنجولاريتي يونيفرسيتي، ومركز بحثي أكتر منه جامعة في تكساس. الناس اللي تتحرك بسرعة يعني مش قادرين احنا نتخيل. فاحنا للأسف نيجي نلاقي إذا بصينا على الساحة دي، الساحة العلمية والفكرية، هنجد انه أساسا أمريكا ما زالت هي الرائدة وبتسبق، على عكس ما الناس متصورة في حاجات كتيرة جدا. وأفكركم احنا قاعدين طالعين السماء بأن ايه الصين بعتت أسترونوت والهند عملت مش عارف ايه. أمريكا بعتت ناس القمر ورجعتهم من 40 سنة. السنة دي بنحتفل 40 سنة على نزول نيل أرمسترونج. فاللي بنتكلم عليه اللي أنجزته الصين ده أقل من اللي أنجزته أمريكا من 40 سنة بالتكنولوجيا اللي كانت موجودة من 40 سنة. بالتكنولوجيا اللي كانت موجودة من 40 سنة، مش التكنولوجيا الحديثة. فكويس، أنا سعيد إن الصين تعمل كده وإن الهند تعمل كده، وياريت المزيد من الدول تشارك في هذه الطفرة العلمية. بس في نفس الوقت مش مفروض إن إحنا يعني لما نقيم الأمور لازم نقيمها تقييم سليم على إيه اللي بيحصل. وده يعني بعد كده مش بس كان في المكوك والسبيس ستيشن والهابل والمارز إكسبلور والحاجات دي كلها، لا، في حاجات كثيرة بتتعمل في البحث العلمي والتكنولوجيا في النانو تكنولوجيا وغيره، هيبقى له دوره الكبير اللي احنا مش هنتكلم عنه دلوقتي. طب بالنسبة نرجع بقى لمصر، ايه بقى الاوضاع الاقليمية؟ دي الاوضاع الدولية. الاوضاع الاقليمية عندنا احنا بنتكلم على العالم العربي، ما فيش عالم عربي. في مجموعة من الدول الاوروبيين، مع الاوروبيين عندهم نفس المشكلة، بس احنا مشكلتنا اسوأ بكثير من الاوروبيين في حاجة تانية. الدول العربية بتشمل 22 دولة هم اعضاء في الجامعة العربية، منهم دول فقيرة جدا، الصومال وجزر القمر وموريتانيا واجزاء من السودان، اليمن، وفي دول متوسطة زي مصر والجزائر وسوريا ولبنان والاردن وتونس، وفي دول بترولية. كل مجموعة من الثلاث مجاميع دي عندها مشاكل مختلفة تماما تماما يعني. وما قدرش حد يتخيل ان الظروف اللي بنتكلم فيها في حاجة تجمعهم بسهولة غير اللغة والثقافة ورغبة في ان احنا نعمل حاجة مع بعض. انما في خلافات واقعية موجودة، ما الوضع في, في, في الامارات ودبي غير الوضع في الصومال، غير الوضع في موريتانيا، غير الوضع في مصر. فاذا لازم ان احنا نبتدي نفكر تفكير منهجي، ويقول ايه اللي ممكن نبني عليه، وايه الحاجات المشتركة، وايه الحاجات اللي فيها خلافات. وده بداية المنطق السليم. يعني اوروبا لما بنت نفسها ما كانش فيه الوحدة الشاملة الكاملة الفورية. شارل دوغول قال لا لو غران نو على دخول انجلترا، لما كانت انجلترا عايزة تخش لأول مرة قال لهم لازم تعدلوا في حاجات كتيرة جدا قبل ما نضمكم لمجموعة الستة اللي كانت الستة الأولانيين. فإذا لازم نعترف بهذا. ثانيا احنا لازم نعترف أيضا إن احنا عندنا خلافات داخلية، ودي واضحة جدا في السودان، في العراق، في الصومال، في لبنان. هذه خلافات داخلية، الكليفجز دي مهمة. وما نقولش لا كله عرب وكله عالم عربي وسلام، ما فيش أحسن من كده. أخيرا وليس أخيرا طبعا عندنا المشاكل الموضوعية بتاعت الحرب في العراق والحرب في فلسطين والحرب في الصومال والحرب في دارفور. يعني دي كلها حاجات ما هياش بسيطة، لازم أيضا أن احنا نقدر نعالجها. فإذا الساحة العربية لازم ننظر لها نظرة غير النظرة اللي كانت موجودة قبل كده. أما قضية فلسطين فطبعا أرجو أن احنا ما نبتديش توقعاتنا من التواصل مع أمريكا بصورة أو أخرى بأن نتوقع تغير في التحالف الأمريكي الإسرائيلي، لأن ده مش هيحصل. إنما هيحصل على الأقل استعداد للتفاهم بصورة أفضل،
ويمكن استعداد للاعتراف بحقوق الفلسطينيين بصورة أكبر مما كان قبل كده. أكبر مش معناتها أنه هيبقى في تنازل عن التحالف الاستراتيجي. ويمكن سألوني، كنت لسه في أمريكا، على إيه اللي عمله أوباما. قلت لهم عمل ثلاث حاجات كويسة جدا. أول حاجة أنه اهتم فورا بالمنطقة وعين ناس محترمين زي هولبروك وميتشل. تاني حاجة أنه مد إيده للعرب والمسلمين في حديثين في أول أسبوع له في البيت الأبيض، واحد على العربية وواحد على قناة أمريكية. والتالت حاجة، أهم حاجة، التعليمات اللي أداها لميتشل. قال I have instructed him to go and listen، لأن كان في حاجة الناس كلها كانت خلاص فاضى بها الكيل من التعامل مع إدارة جورج بوش، إنه they don't want to listen، أي رأي مغاير عن رأيهم مش عايزين نسمع. فالعملية دي تغيرت. طب إحنا في مصر كان لنا دور دائما دور إقليمي معروف، إنما النهاردة أيضا في المنطقة بتاعتنا في ثلاث دول بتلعب دور كبير وما نقدرش ننساه غير العالم العربي، في تركيا، في إيران، وفي باكستان. الثلاث دول دول بدأ يبقى لهم تأثير في المنطقة بتاعتنا، ولازم ان احنا ننظر لهذه اللاعبين الجدد دول على الساحة على انهم هيبقوا منافسين معنا. على فكرة منافس مش معناتها حاجة سيئة، ممكن واحد جدا يبقى عنده منافسين. ما هو اوروبا وامريكا اقرب حلفاء، ولكن في نفس الوقت بنفسه بعض، بنفسه بعض تجاريا، بنفسه بعض على النفوذ السياسي، بنفسه بعض في حاجات كتيرة جدا. فممكن الواحد يبقى عنده الكومبيتيتيف كوبريتيف كومبينيشن في الفكر، ويبني تحالفات مع الناس، ويبقى في تنافس بينهم وبين بعض ايضا. فده مطلوب ان احنا نفكر ونعترف بهذه التغييرات. وطبعا لو تنظروا للتدخلات الإثنية والعرقية ما بين إيران والعراق ودول طبعا لغاية أفغانستان، وتلاقي باكستان كمان، هتلاقي ان العلاقات العرقية والقبلية مستمرة. إيران لأول مرة أصبح لها دور حقيقي على الساحة العربية، يعني برضو إدارة بوش نجحت في تحقيق حلم من أيام شاه إيران، ثم مرورا بالثورة بتاعة الخميني إلى الآن إيران عايزة يبقى لها هذا النفوذ. والعالم العربي رغم الاختلافات الداخلية ما بين الدول كلها كانوا منعين النفوذ الإيراني أن يخش على الساحة العربية. النهاردة النفوذ الإيراني موجود موجود موجود، سواء في الحكومة في العراق، سواء في حزب الله، سواء في مع حماس، سواء في تدخل حقيقي. ثانيا، البرنامج النووي بتاع إيران أداها مكانة في بعض الدول، وباكستان اوريدي عندها هذا الدور، وأفغانستان هتبقى محط صدام اللي جاي الكبير لما أوباما بينزل التواجد الأمريكي في العراق. فالاشتعال في أفغانستان هيبقى هناك، وإذن هيبقى نقطة اشتعال جديدة، وهيبقى دور باكستان هيزيد، وباكستان طبعا عضو في النيوكلير كلاب. طب إزاي بقى أنا في مصر أقدر أتفاعل مع هذه الحقائق؟ هي نعمل، علمنا المديرين كلنا بتوعنا SWOT analysis: strength, weakness, opportunities and threats. opportunities ال strength أنتوا عارفينها، ان احنا دولة لها كيان، يعني يمكن من الدول قليلة جدا في العالم، بقى لنا 7000 سنة تقريبا في نفس الحتة الجغرافية بالضبط، يعني من المتوسط لغاية الحدود بتاعت السودان، وغربا ننتقل لغاية قورينا او نرجع شوية بعد سلوم، وشرقا سينا والمنطقة دي والوادي النيل بالذات بقالنا 7000 سنة فيه. فالمصريين لهم كيان مصري واضح جدا، ودي مهمة، يعني على عكس الشعوب تكونت حديثا ممكن انها تنفجر داخليا في التركيبات المختلفة بتاعتها.
ثانيا عندنا انفتاح على التجارة العالمية سواء عن الناحيتين، ثالثا عندنا قناة السويس، رابعا عندنا شوية بترول وغاز فترة من الزمن، خامسا عندنا تحويلات جاية من المصريين من الخارج، سادسا مهمة جدا عندنا تعداد كبير. هذا التعداد الكبير على رأي صديق لي في الصين بيقول أنا لو عندي 1.4 مليار محارة وبفتحهم هلاقي لؤلؤ كتير، لؤلؤ كتير، مهم اتعرف على اللؤلؤ ده واعرف ألمه. فأنا كذلك في مصر لما يكون عندي 80 مليون هنوصل 100 مليون واحد، هيبقى عندنا مواهب كتيرة جدا نقدر ننميها في القوى البشرية على شرط ان احنا نعرف نتعرف عليها ونقدر ننميها. انما مقابل هذا بقى الويكنسز، بقى دي كان دي السترينث، في الويكنسز مستوى التعليم بتاعنا منحدر جدا، البحث العلمي منفصل عن اللي بيحصل بره، الخدمات الصحية سيئة، الانفراستراكشر ضعيف، البيروقراطية رهيبة، وطبعا في فساد كبير موجود، فساد جزء كبير منه جاي من يعني مش ممكن الواحد يتوقع ان واحد يعيش ب 250 جنيه في الشهر، فبالتالي لو مد ايده على حاجة شيء طبيعي يعني، فده متواجد في كل التعاملات بتاعت الدولة. إذن إن إحنا لازم نعترف بنقطة الضعف دي. الفرص اللي موجودة قدامنا إنها نقطة تحول تاريخي، ونقطة التحول التاريخي ده هي زي ما قلت لكم جاية مش بس من استعداد الناس إنها تفكر تفكير مختلف، إنما وجود إدارة أمريكية عايزة تغير السياسات السابقة. في فرصة سانحة دلوقتي لإعادة صياغة تحالفات جديدة، في بداية جديدة في اليوروميد، الرئيس مبارك والرئيس ساركوزي بدأوا أنهم يفعلوا هذا التوافق بصورة حتى سياسية حديثا. وطبعا مصر لها وزنها الديموغرافي والعلمي وجغرافي وغيره. على المدى البعيد حتى إن كانت أمريكا النهاردة هي الرائدة، في إحصاء ده انا هقوله الاحصاء الدولي وهيبين تفعيله بالنسبه لمصر. الصين بتطلع 600,000 مهندس وعالم في السنه. الهند بتطلع 352,000 جراديويت ساينتست اند انجينير. امريكا بتطلع 70,000. سونر اور ليتر بالمعدلات ده هي الكم بتاع العلماء والمهندسين الصينيين والهنود بالضرورة هيقدروا يعملوا الميزان قصاد أمريكا. إمتى؟ ما أعرفش. طبعا في فروقات في الجودة. طب وإيه يعني؟ 600,000 بتوع الصين دولة لو 10% منهم على المستوى الأمريكي أدي 60,000. لو 90% منهم بايظين إنما 10% بس على المستوى الأمريكي هيبقى أدي 60,000 زي أمريكا. فصحيح في جاب كبير ما بين أمريكا وبقية الدول في العلم، إنما المعدلات دي بتبين إمكانية إن الدول دي هتلعب دور كبير مستقبلا. إحنا بقى في العالم العربي عندنا نفس الوضع. إذا كان انهار التعليم بتاعنا النهاردة، إلا إن ممكن إن إحنا نحسن التعليم، وممكن زي ما بيعملوا في الصين وفي الهند. على فكرة مش بيحسنوا التعليم في المليار والاثنين مليار اللي هم موجودين في الصين والهند، لا بيحسنوه في مؤسسات معينة في هذه الدول، انما بحيث ان اقدر اطلع الكريتيكال ماس هذه الكتلة من القدرات وافعلها، اللولي ده اعرف الم اللولي ده اللي موجود واديله فرصة انه ينطلق. لما هعمل كده هيبقى لي وزن. انا في مصر بقى بالنسبة للدول العربية نفس العلاقة بتاعت الهند والصين بالنسبة لأمريكا، غير ان احنا كمان عندنا وضع احسن وافضل، لان هم اللي بيلحقوا بينا. صحيح صفقونا في بعض الحاجات، انما هم اللي بيلحقوا بينا واحنا عندنا مؤسسات عريقة وحاجات موجودة من زمان. فاذا وضعنا ممكن ان احنا نبني ونعيد الامور دي. طب ايه بقى الثريتس بالنسبة لمصر حاليا؟ تيبا أصوات آخر حاجة. أنا أرى أن عندنا مشكلتين أساسيتين ومشاكل أخرى، أنا مشكلتين أساسيتين. نمرة واحد، أن إحنا عندنا فكر مجتمعي وفكر بيخش زيادة عن اللزوم أن كل حاجة ننظر لها من خلال المنظور بتاع قضية فلسطين وإسرائيل.
كله بيجي نتكلم في حاجه نقول لك اصل اسرائيل مش عارف ايه اسرائيل. خلاص اسرائيل موجوده وفي مشاكل معاها، بس ما هيش المشكله الوحيده، واحنا لنا اهتمامات اخرى كثيره جدا ما بتاخدش الاهتمام الكافي. فين الناس اللي بتقعد تتكلم مثلا ايه علاقتنا مع السودان ومع اوغندا، مع ان مصادر مياه النيل جايه من هناك؟ ازاي علاقتنا مع اثيوبيا تتطور ولا ما تتطورش؟ ليه الحاجات دي مش مطروحه على ساحه الفكر واحنا قاعدين اوبسست طول النهار باللي بيحصل في غزه واللي بيحصل في مشكله، ما بقولش لا، بس ما هيش المشكله الوحيده. فجزء من الثريتس، جزء من الخطوره، ان احنا نقعد ننغلق في قضيه او قضيتين وما نشتغلش على الفرص الاخرى اللي لازم نشتغل عليها لنا مصلحتها. تاني حاجه ان احنا هنفقد مكانتنا وريادتنا العلميه اذا ما قمناش بثوره حقيقيه في تصليح التعليم، التعليم والبحث العلمي. تالت حاجه ان احنا في الازمه الاقتصاديه الحاليه ده هي نتراجع في الاصلاحات الاقتصاديه المطلوبه، ونؤدي الى نرجع تاني لقضيه زياده البطاله ما بين الشباب وغير هذا من المشاكل. وهنا على فكره عايز اقول ان يعني اذا كانت امريكا مشكلتها انهم ما كانش عندهم رقابه كافيه، دي مش مشكله مصر. مشكله مصر عندنا كان رقابه زياده. فما حدش يقول لي لا ما هو بقى ما احنا مش عايزين بقى نعمل زي امريكا، لا احنا فين وده فين؟ يعني دول كانوا في ناحيه من السبيكترم واحنا في ناحيه ثانيه، فعايزين احنا الاثنين نيجي كده حته في النص يعني. الحاجه الثالثه بقى ان احنا خطوره ايضا ان احنا ما نقدرش تقدير كافي دور العلم، العلم مش بس التكنولوجيا انما العلم، لان من غير علم مش هنعرف نبني قاعده للتكنولوجيا. وبعد كده ان النهارده البعد الثقافي في العمل السياسي اصبح مهم جدا. في وقت احنا مصر كان لها دور وزن ثقافي كبير جدا في العالم العربي بينحسر، وحصل عمال يحصل خلجنه للساحه الثقافيه. وده يعني ده اسد من الاصول بتاعت مصر وقدره مصر انها تتحرك على الساحه العالميه، جزء منه وزنها الثقافي، وما يصحش ان احنا نتراجع في هذا الوزن الثقافي. والحاجه الاخيره او الثريت الاخير ان احنا ما نقدرش تقدير حقيقي للمنافسين بتوعنا في المنطقه. تركيا انا ذكرتها بس ما هيش منافس حقيقي لمصر لان لها اهتمامات اخرى. المنافسين المهمين ايران اتكلمنا عنها، السعوديه واسرائيل. اسرائيل اساسا على الدور العلمي، لو احنا عايزين نبقى رواد للعلم في المنطقه فاسرائيل هتبقى المنافس الاكبر بتاعنا. تاني حاجه طبعا السعوديه لها انفلونس ثقافي وانفلونس سياسي، بتمثل صوره معينه للثقافه وبتطرحها على الساحه، ومفروض ان مصر كان لها صوره مصريه مثلا الفكر الوسطية الإسلامية اللي اتبلور في مصر، اللي أهم المفكرين فيه كانوا مصريين، مختلف عن الفكر الوهابي اللي بيجي منه. فإذا وزي ما بقول المنافسة مش معناتها الصدام. يبقى استراتيجية جديدة بقى أنا بقول إن إحنا لازم مصر نجند الطاقات بتاعتنا اقتصاديا وعسكريا وسياسيا واجتماعيا وعلى قضايا البيئة وعلى كل القضايا، وندور في اربع spheres of action. ثلاثة اللي كنا بنتكلم فيهم زمان بس بصوره جديده، العالم العربي بس نعترف بالخلافات الموجوده في العالم العربي، ومش مجرد ان كده كل حاجه جميله وعشان مجرد اسمنا عرب واعضاء في الجامعه العربيه. عيب ان احنا بعد من سنه 45 للنهارده مش عارفين نبني سوق عربيه مشتركه. واوروبا عملت شنغن وعملت اليورو وعمل بعد رغم بداوا بعدين. نمرة اتنين بقى ومهمة جدا افريقيا. افريقيا يعني وهنا هرجع اقول لكم ان دورنا لازم يهتم جدا بالسودان. اولا النيل، اي حد ينظر للجغرافيا لازم يعترف ان من غير النيل مصر تبقى صحراء. فبالتالي قضية مياه النيل دي قضية مهمة جدا، وازاي بنستعملها وازاي نتعاون مع دول اخرى في تنميتها.
كل حاجة من الجونجلاي كانال في السودان إلى التعامل مع إثيوبيا وأوغندا وغيرها من الدول. ده جزء من الاستراتيجية الإفريقية. مصر كانت رائدة في إفريقيا، مصر كانت مؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية، مصر مؤسسة للاتحاد الإفريقي، ولكن النهاردة عندنا منافسة قوية حقيقية جاية من جنوب إفريقيا ومن نيجيريا. وجنوب إفريقيا بعد ما طلعت من الأبرتايد أصبحت هي وزن قوي جدا، والاستهانة بجنوب إفريقيا أدانا إلى صفر المونديال. درس لازع، كويس إنه جه في الكورة ما جاش في حاجة جد، إنما درس يصحي الواحد إن إحنا ما نستهنش بالإنفلونس بتاع جنوب إفريقيا. علميا جنوب إفريقيا متقدمة عننا جدا، من أهم الدول أكثر دول متقدمة. فإذا عايزين سياسة إفريقية تاني تؤكد على دور مصر الإفريقي والريادة الإفريقية، لأن طبعا تلتين العالم العربي موجودين في إفريقيا على أي حال، ففي مصر لها هذا الدور العربي، مصر لها هذا الدور الإفريقي. يجي مع كده طبعا الدائرة الثالثة اللي احنا معروفة اللي هي العالم الإسلامي. هنا بقى الليفرج يبقى له وزن كبير قوي، لأن داخل العالم الإسلامي العالم العربي له مكانة خاصة. يعني مش مسألة تعداد، إنما لأن لغة القرآن هي اللغة العربية، ولأن أغلب وأهم ما كتب في الفكر الإسلامي كتب باللغة العربية، كل هذا بيؤدي إلى أن العالم العربي له وزن خاص داخل العالم الإسلامي. وبالتالي لما مصر تكون لها هي لها دور خاص في الفكر الإسلامي، إنما بالإضافة لهذا لما هي تبقى لها هذا الدور الرائد داخل العالم العربي هيبقى لها دور رائد أيضا في العالم الإسلامي جيد لهذا، ويبقى فيه تأكيد لدور المؤسسات المصرية اللي انحصر بعض الشيء زي دور مؤسسة الأزهر اللي هي مشاهد الأزهر كان طول عمرها لها دور كبير جدا ولازم ان احنا نرجع له تاني. وخصوصا ان هذا العالم الإسلامي النهاردة بقى عايز تفكير مختلف. زي ما قلت لكم الإسلام في الدول الغربية حقيقة وبيتسع، والخريطة اللي كنت احب افرجها لكم بتبين ان نسبة المسلمين في فرنسا وفي النمسا قد نسبة المسلمين في الهند كنسبة. فاحنا بنتكلم اذا التأثير في العالم الاسلامي تأثير كبير، مش بالمفهوم بتاع زمان بتاع بنجلاديش وباكستان واندونيسيا ومالي، لا نتكلم ايضا على النمسا وفرنسا وانجلترا، يعني في دور اضافي هنا. والثلاث دوائر دول بيؤدوا للدائره الرابعه اللي هي اليورو ميديترينيان، لان بتاكيد على دور مصر في الثلاث ادوار دول قطعا مصر هيبقى لها الدور الرائد في التعامل مع اليورو ميديترينيان لو اكدت على دورها الرائد في الامور الاخرى دي كلها. وده بقى بالواحد ما يبني على الاربع دوائر اللي هما على المستوى الاقليمي بيقدر ان هو يفكر بقى في السياسه على المستوى العالمي. وهذا الدور العالمي بقى بيقتضي مننا ان احنا نبعد عن التصور ان احنا بس نبص لاوروبا ولامريكا، انما نتجه ايضا الى الشرق، يبقى لنا علاقات خاصه مع اليابان والصين. الهند طول عمرنا عندنا علاقات من ايام عدم الانحياز، انما ننمي العلاقات ايضا مع جنوب افريقيا ومع جنوب امريكا اللاتينيه، وبالتالي يبقى لنا سياسه عالميه كلاعب هام من الساحه المحليه. يعني بنطلع البرازيل اساسا بتلعب دور كبير داخل امريكا اللاتينيه، ومنه بتنطلق على الساحه العالميه. فاحنا لازم نعمل نفس الحكايه بالنسبه لتصورنا الجديد، وهذا كله مبني على ان احنا هنعرف نصلح التعليم بتاعنا ونصلح البحث العلمي عندنا، لان لو ما صلحناش القاعده الاساسيه بتاعتنا دي في استحاله ان احنا هنحقق كل هذا. ولكن شفنا في ماليزيا وشفنا في سنغافوره وشفنا في كوريا وشفنا في غيره، مش مستحيل اللي هم عملوه نقدر نعمله. وما شاء الله البركه فيكم جميعا. النهارده يعني الواحد لما بيشوف الشباب اللي موجودين في مكتبه اسكندريه بيتفائل جدا بان اللي بتعملوه ده العالم كله بيعترف بيه. فليه ما يتكررش 10 20 30 مره داخل مصر نفسها؟ ممكن. وممكن بالتالي نحن نحقق هذه الرياده المحليه والاقليميه،
ونفكر تفكير جديد. والأزمة اللي هنمر بيها في الثلاث إلى خمس سنوات الجاية دهين ممكن تبقى أيضا فرصة لإعادة صياغة رؤية للعالم ورؤية لدور مصر ورؤية تفتح المجال قدامكم عشان أنتم الشباب بتبنوا هذا المستقبل، ونبقاش بس مجرد ناس بنستنى نشوف العالم هيعمل إيه ونشتكي منه، لا نبقى احنا صناع هذا المستقبل. وشكرا لكم لحسن استماعكم.